برنامج صباح الخير. طالب الهندسة المدنية في جامعة النجاح الوطنية عبد الرحمن خضير خط طريق أبطال الديجيتال في تعلم هواية التصوير ليخرج بكوكبة من الإبداعات والمشاركات في رسم الفرحة والبسمة وإيصال العديد من الرسائل عبر عدسة الكاميرا. عبد الرحمن خضير ضيف صباح الخير، يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لك عبد الرحمن. تعرفنا ببطاقة تعريفية بسيطة، مين هو عبد الرحمن خضير؟ عبد الرحمن خضير عمره 19 سنة، طالب الله يسعدك، طالب هندسة مدنية بجامعة النجاح، وبلشت التصوير أيام التوجيهي. طيب يعني فكرة التصوير، شو الدوافع اللي خلتك تصور؟ اوكي الواحد يبلش انه بهواي، انه اوكي انا بدي اعمل شيء جديد، بس ايش الدافع اللي قاد عبد الرحمن لانه يصور؟ بايام التوجيهي تعرفت على التصوير وبلشت اتعلم عنه اكثر، فعجبني كفن وحبيت اوصل رساله عن طريق هذا الفن. بعد التوجيهي اشتريت كاميرا وبلشت اصور واني اتعلم بزياده اشياء عن التصوير. طب عبد الرحمن، يعني عاده المصور هو بحاجه او يكون يمتلك عين فنيه رائعه من اجل التقاط الصوره واظهارها بابهى حله، لكن ما الذي يستهوي عبد الرحمن؟ اي المناظر واي لربما المناحي اللي بحب يصورها عبد الرحمن؟ بحب اصور طبعا المناظر الطبيعيه والاطفال، واكيد تصور يعني الاشياء عن الرسائل الفلسطينيه زي المخيمات والمعاناه الفلسطينيه. طبعا اكيد احنا بنطلب من المخرج براء عمر اكيد انه يضعنا بعده من الصور التي التقطها عبد الرحمن خضير لنتعرف على كوكبه من الموهبه والعين الرائعه. هذه طبعا الصوره لمدينه عبد الرحمن، لو تشرح لنا عن كل صوره التقطتها. كل صوره صحيح. هاي الشارع شويكة مع الميجالاند. حبيت انه اطلع البلد بطريقة مش زي ما دائما بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، فحبيت انه اصور صور. هاي لطول كرم بليلة عيد الاضحى، من اكثر الصور اللي انتشرت على الفيسبوك بهذيك الفترة. يعني ظاهر جدا جمالية الصورة. وهذه الصورة، هاي الصورة من منطقة عزبة الجراد أمارة الصفا، وبالاخر بتبين مدينه ام خالد المحتله ومدينه طول كرم بلحظات الغروب. رائع جدا. هاي منطقه مسافر يطا بالخليل، من المناطق الفلسطينيه اللي بتعاني مع الاحتلال، واللي هي من ضمن المناطق سي يعني. طب يعني احنا ملاحظين عبد الرحمن، ما يعني يا ريت برأ لو ثبت لنا على هذه الصوره لحظه لحين مناقشته شوي لعبد الرحمن. عبد الرحمن، احنا بنلاحظ انه انت يعني تكتسب الخبره وايضا المعلومه التاريخيه، يعني انت عمالك بتشرح بتحكي هذه منطقه واحنا رايحين في المنطقه الفلانيه، هذه تظهر منها ام خالد، هذا الشيء شو بضيف لك انت وسواء معلوماتيا او حتى من ناحيه عين فنيه؟ اكيد بضيف لي اني انا حتى اني بتعرف اكثر على تاريخ وطني وعلى المعاناه اللي بعانيها الوطن بشكل عام، بشكل ما كنت اعرفه قبل ما ابلش بالتصوير، وبحب اني انقل هاي المعاناه طبعا لاصدقائي ولعائلتي ولكل الناس على الفيسبوك، انه اوصل رساله لكل العالم عن هاي المعاناه. وما بتحصر حالك بمنطقه معينه، يعني هل هناك كان توجه لمناطق اخرى في فلسطين؟ كان توجه لمناطق أخرى، هي بصراحة أي جولة بشوفها مناسبة وعلى منطقة حلوة بروح عليها. الجولات معظمها كانت على مدينة الخليل، رحنا على البلد القديم بالخليل وعلى مسافر يطا برضو الخليل وعلى قرية البرج بالخليل وعلى مخيم نور شمس بطول كرم. طب عبد الرحمن، يعني لو بدنا نسأل بيننا وبين نفسنا، التقاط الصورة عادة يحتاج لوقت لصبر، يعني مثل هذه الصورة تعبر عن فرحة، ربما أيضا هناك حزن في هذه العيون، يعني قديش بيبذل جهد عبد الرحمن لحتى يلتقط مثل هذه الصور؟ وهذه صورة الطفل، يعني أسنانه رائعة جدا. هاي أحد الأطفال مسافر يطا، اعتقد اسمه اسماعيل، وعايشين حياه شبه بدويه مع انهم هم ناس فلاحين. هو نفس الطفل عند التراكتور تبع عائلته. طب كم بيحتاج منك وقت او جهد؟ يعني بتشعر انه التصوير علمك ربما صفه الصبر وايضا يعني الانتظار لحين التقاط الصوره بالشكل الملائم والذي يرضي رغبه عبد الرحمن؟ أكيد بالضبط. مش كل صورة بشوفها هي بتكون الصورة الوحيدة اللي صورتها، ممكن تكون صورة منك كثير صور صورتها وتكون هي اللقطة اللي عجبتني. وغير التصوير في عنا إنه بعد ما أصور الصورة لازم أعدلها. طب صحة
على قلبك. أكيد عبد يعني في تعلم موهبة التصوير واستخدام الكاميرا، بما أنك يعني طالب هندسي، كيف اكتسبت هذه المعلومات، أنواع الصور، طرق التقاطها، العين النقدية والجمالية الصورة في لحظة التقاطها 100%؟ كنت كثير اقرا التصوير على الانترنت واسال كثير الاصدقاء اللي بيصوروا، وكل صوره كنت اصورها كنت اعرضها على ناس عندهم خبره عاليه بالتصوير، واستفيد من اكثر قدر ممكن يعطوني اياه من الانتقاد على اساس اني احسن اللقطه في المره الجايه. طب يعني اذا قلنا عبد الرحمن سيطور من قدراته ومن مؤهلاته ومهاراته، كيف رح تطور من هذه القدرات، خاصة وأن يعني تخصصك طبعا ليس بالسهل، تخصص الهندسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك مواءمة ما بين الدراسة وما بين الموهبة. مش عارفة ليش اليوم بتخربش الحكي. فإذا عبد الرحمن كيف رح يطور من نفسه، كيف رح يشتغل على نفسه؟ ان شاء الله راح التحق باكبر عدد ممكن اني من الدورات بالتصوير او بالتعديل، وبستفيد برضه زي ما حكيت من النقد، واللي دائما يعني كل صوره بصورها الا لاسهل حدا عنها على اساس استفيد من نقده. طب صفحات التواصل الاجتماعي اتاحت المجال كثيرا لانه المواهب الفلسطينيه والعالميه انها تلتقي في ايصال رسائل، هل بتعتقد انه بالفعل صفحه التواصل الاجتماعي جذبت الاهتمام لعبد الرحمن للاستمرار اكثر في مجال التصوير؟ اكيد بالضبط، لانه مواقع التواصل الاجتماعي حاليا هي اكثر او افضل الطرق مشان نشر هاي الصور للعالم، وحتى عندنا على مستوى فلسطين وعلى مستوى طول كرم. مثلا طول كرم ما كانت من المدن المشهوره كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، من عن طريق الصور حاولت اني اوصل صور احلى لمدينه طول كرم او اللي قدرت انا اصوره، يعني على اساس انه الناس تعرف اكثر عن طول كرم وعن تاريخ هاي المدينه وعن المناطق اللي موجوده فيها. طب بدي اسالك عبد الرحمن، بما ان لمواقع التواصل الاجتماعي فوائد من خلال نشر موهبتك او ابداعاتك ونشر الصور وتعريف الناس اكثر بمدينه طول كرم، لكن اتوقع في نفس الوقت قد تعرض عبد الرحمن لربما خلينا يعني نستخدم مصطلح سرقه بعض الصور التي التقطها عبد الرحمن. بصراحه يعني الواحد لما يصور صوره، انا مرات بصور صوره بكون مبسوطه كثير على حالي، مع انه مش كثير انا حد يعني يبدع في التصوير بقدر ناس اخرين، لكن اخرين ياخذون المجهود كارثه. وبالنسبه ليس يعني خالد فقط اخذ المجهود وينسب ايضا لاسمائهم وكان شيء لم يكن وكأن عبد الرحمن لم يصور، هل عانيت ومررت بموقف مثل هذا الموقف؟ أكيد كثير، والله من قبل يعني كثير مرات بهيك، كانت إنه ينسبوها ل خلينا نقول جهات إعلامية معينة أو لأشخاص معينين، سواء المصورين أو ناس عادي، يعني إنه ناس ما بيصوروا حتى إنهم ما عندهم كاميرا يعني. كمان يعني لا يوجد حقوق، حق الفكر وايضا النشر لصاحب الفكره، لكن احنا اكيد دائما مع عبد الرحمن ننشر الصور بالتوثيق، خاصه بالتلفزيون الفجر الجديد ننشر صوره عبد الرحمن بتوثيقها. عبد كان لك مشاركات اعتقد عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع مسابقه دوليه لصوره معينه تخرج من الاراضي الفلسطينيه. اكيد في حاليا مسابقة لسه ما انتهت هي للطفل عيسى لصورة التراكتور قبل شوي، لهسه ما انتهت وان شاء الله يعني انه يكون في حظ منيح، وكان لي مشاركات انه على الصفحات خاصة الصفحات اللي بحب تنشر الصور عن سواء عن طول كرم او عن صور فلسطينية. وانا بشكر الزميل علاء احمد الجلاد على تقليد وابتسامه اسماعيل من خلف على فكره بيشبهوا، في شبه بينهم بس صحيح. اللهم ان الطفل هذا له اسنانه لبنيه قيد يعني الظهور هو والانشاء، لكن علاء يعني بضل طفلنا المدلل في تلفزيون الفجر الجديد. وعبد الرحمن نتمنى لك أكيد مستقبل زاهر مليء بالصور الجميلة التي تلتقطها من خلال عينك الفنية الرائعة. شكرا جزيلا على حضورك عبد الرحمن.